الوصفة غربية بنكهة مصروية، ووصفتنا النهاردة قوارب الكوسة بالفراخ والصوص الأبيض. في طاسة على النار هحط فيها زيت، هنزل فيه الكوسة واشوح لحد ما تاخد لون أصفر ذهبي. هرفعها وارصها في بايركس، مكانها هحط معلقة زبدة، وهنزل بصلة مفرومة ناعم وهشوحها لحد ما تدبل. هنزل عليها الفراخ المفرومة، معلقة ملح، فلفل اسود، سماء، وزعتر ناشف. اقلب كويس لحد ما الفراخ تستوي. بعد ما الفراخ تستوي هحشي بيها قوارب الكوسة. هجهز الصلصة البيضة، كسرولة على النار هحط فيها مكعبين زبدة ومعلقتين زيت، هنزل فيهم 3 معالق كبار دقيق، وهنزل عليه بالحليب شوية شوية، وهقلب لحد ما الصلصة تغلي وتبقى جاهزة معي. هتبل الصوص برشة ملح ورشة فلفل اسود، وبعدين هصبه فوق الفراخ، وبعديه هحط رشة جبنة موتزاريلا. بعد ما رشينا الجبنة الموتزاريلا هندخلها الفرن تحت الشواية لمدة دقيقتين علشان الجبنة تسيح. ودي كانت قواربنا اللي شايلة وصفتنا، وما تنسوش دايما ان الوصفة عندنا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.